رمزي وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. في الحقيقة اليوم شرف كبير لي أني نحضر في سيدي بوزيد بدعوة كريمة من الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد في الذكرى 12 لثورة 17 ديسمبر. نحتفل المرة هذه قبل أسبوع يعني من ذكرى 17 ديسمبر، والاحتفالات ستتواصل، وهذا تقليد سنوي في الحقيقة يشرفنا برشا في المحاماة التونسية وعميد الهيئة الوطنية للمحامين أنه يكون حاضر دائما في مهد الثورة مدينة الثورة سيدي بوزيد. الحقيقة احنا أوفياء لنضالات المحاماة ونضالات الشعب في كامل أنحاء الجمهورية وخاصة في سيدي بوزيد، وهذا اللي خلينا حقيقة كل سنة نبقى موجودين ونحضر بكل سعادة وسرور في احتفالات يعني السنوية بسيدي بوزيد بالذكرى الثورة المجيدة، ثورة الحرية والكرامة. اليوم ننطلق في الاحتفال يعني بعد قليل بندوة علمية حول الاستثمار في سيدي بوزيد. الحقيقة الاستثمار في سيدي بوزيد انطلق هو منذ سنوات وأفضل من اللي كان قبل الثورة، لكن نحن نطمح إلى تحسين يعني وضع خاصة المناطق الداخلية، ومن أهم هذه المناطق سيدي بوزيد كما قلت وبقية مدن في الجمهورية التونسية الكل، وخاصة في المناطق الداخلية تحقيقا للعدالة والعدالة والتنمية الجهوية بين كافة مدن الجمهورية وربوعها. اليوم الاستثمار في سيدي بوزيد يعني من السهل حقيقة، تتوفر فيها بنية تحتية وفيها موارد بشرية هامة، ونحن في المحاماة التونسية ندفع مع بقية المكونات والمنظمات اللي تحتفل معنا سنويا واللي تشرفنا كذلك بحضور دورها، خاصة المنظمات الأربعة الكبرى في الرباعي الراعي للحوار وبقية يعني المكونات الأخرى، حتى الصحفيين والإعلام يشرفونا كل سنة. وفي الحقيقة نحن هذه السنة سنركز على مزيد دعم كما قلت كل المبادرة الخاصة بصفة عامة، وكذلك الضغط من أجل مزيد تسهيل يعني والتشريعات الممكنة والقرارات حتى تتمكن يعني رجال الأعمال وكذلك الشباب وشبان سيدي بوزيد من نحفزوهم على المبادرة الخاصة وعلى تحسين مناخ الاستثمار والتنمية. اليوم كذلك فرصة باش نقوله للحكومة هذه أنه راهو ننتظروا معنا مزيد الانتظارات، انتظارات كبيرة، انتظارات الشعب كذلك في كل مكان، في خاصة في اليوم نحن في سيدي بوزيد من تشريعات جديدة بقانون مالية ينهض لفائدة الشعب ليستجيب لتطلعات الشعب التونسي وليس فيه حقيقة إكراهات وضغوطات جبائية أخرى. نحب مناخ متاع تحفيز على الاستثمار على التنمية، مش قرارات اللي هي تتسبب في الانكماش الاقتصادي. دوركم انتم كمحامين في دفع الاستثمار في أي جهة من جهات تونس؟ في الحقيقة المحامين يدفعوا عنا دور، أولا دور وطني من خلال يعني ضغطنا وكقوة اقتراح وكسلطة مضادة بين ظفرين من أجل من الدفع نحو كما قلت مزيد من القوانين والتشريعات والتحفيز نحو الاستثمار، وكذلك دورنا الرئيسي كمؤسسة اقتصادية في مساعدة المؤسسة الاقتصادية، المؤسسة يعني سواء الأفراد أو الشركات، من أجل يعني مساعدتهم قانونيا في احداث شركاتهم، في احداث يعني موارد شغل جديده، في احداث يعني وفي تكوين هذه الشركات بصفه قانونيه، والحصول على الحوافز والمنح وال يعني القروض التي يمكن ان تسهل لهم كذلك عملهم الاقتصادي ومشاريعهم الاقتصاديه. سيد العميد، احنا عندنا 12 سنه بعد الثوره، كنت تعطينا قراءه قصيره حول الوضع 12 سنه بعد الثوره، شنو تبدل شنو الوضع بالضبط؟ في الحقيقة أهم مكاسب الثورة هي الحرية، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الصحافة، هذا ما نختلفوش فيه، الناس كل يقولوا احنا ربحنا الحرية، لكن هذا غير كافي، نحن مع الحرية دائما، لكن فما دائما زاد مخاطر على هذه الحرية ومخاطر الارتداد على الحرية. في الحكومات المتعاقبة الكل منذ 2010 يعني منذ الثورة لاحظنا أنه دائما يبقى فما محاولات للارتداد على مكاسب الثورة في الحرية، لكن الآن نحن نحب زاد
وعملنا انتقال سياسي وما زلنا فيه عندنا مشاكل، وان شاء الله ننجحوا في انه نعبروا نهائيا، وهالمسار هذا يوصلنا نهائيا نحو الديمقراطيه الحقيقيه ودوله القانون والمؤسسات واحترام الحقوق والحريات وحق الدفاع والقضاء المستقل. لكن الاهم من هذا توا ننتظر كذلك في نقله حقيقيه اقتصاديه. اليوم للأسف الشعب التونسي منذ سنوات يعني نفس الحكومات فشل ذريع في نقلة نوعية اقتصادية تحسن من ظروف هذا الشعب المفقر، الفئات الضعيفة زادت ضعفا، يعني قفة المواطن غلاء، الأسعار غلاء كبير، يعني الحقيقة وضع اقتصادي واجتماعي صعيب ياسر. إن شاء الله ما يزيدش هالقانون المالية، حقيقة فما تخوفات كبيرة أنه يؤثر بصفة كبيرة على السلم الاجتماعي، السلم الاجتماعي اللي احنا نرنو إليه حتى يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي ونحقق الازدهار والتنمية.